اشهد الله اني اهلاوي، واشهد الله اني متفق تمام مع كارلوس كروش على استبعاد مجدي قفشه من تصفيات كاس الامم الافريقيه. مجدي قفشه احنا دايما كل مباراه النادي الاهلي بنقول ايه قفشه ماسك سيديهات على موسيماني، ايه قفشه لازم يطلع، ايه قفشه منظف غلط، ايه قفشه قفشه قفشه. فلما يجي كارلوس كروش يستبعد قفشه يبقى لا كارلوس كروش ما بيفهمش ازاي. طيب يعني انا نفسي بعترض على قفشه، ازاي اقول ان كروش عنده مشكله في استبعاد قفشه؟ صعب جدا بصراحه. فانا بالنسبه لي شايف ان استبعاد قفشه ما فيهوش مشكله، بس المشكله الحقيقيه بالنسبه لي هو استبعاد احمد رفعت. اه والله استبعاد احمد رفعت مشكله اكبر من استبعاد قفشه، لان احمد رفعت ظهر بمستوى كويس، مستوى يخليه مستمر معاك. مروان حمدي، اسامه فيصل، لا حسين فيصل اسف، حسين واسامه ومصطفى فتحي يستاهلوا ان انت تستبعدهم عادي، مفيش اي مشكله. بس انك تستبعد احمد رفعت دي بصراحه غريبه. اه واحمد ياسر ريان برضو، يعني احمد ياسر ريان استبعد مروان حمدي كان مطلب جماهيري، احمد حسن كوكا تقريبا للاصابه، احمد ياسر ريان واحمد رفعت ودونجا وابراهيم عادل ومحمد مجدي قفشه. اعتقد ان استبعاد ابراهيم عادل برضه فيه مشكله، واستبعاد محمد حمدي باك الشمال برضه فيه مشكله، لانك لو قعدت تبص على القايمه اللي خدها كارلوس كروش او ال 25 لاعب اللي اعلنهم كارلوس كروش هتلاقي ان هو واخد اربع حراس: جبل، شناوي، صبحي، محمود جاد. خط الدفاع في اكرم توفيق وعمر كمال الاثنين باكات يمين، واحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وايمن اشرف واحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء. اعتقد ان انت عندك مشكله في موضوع الباك الشمال، لان فتوح لو لا قدر الله غرره اي حاجه هتلاقي ان انت عندك معاناه غير طبيعيه ناحيه الشمال. فاعتقد ان استبعاد محمد حمدي قد يكون مضر اكتر من اللعيبه اللي انت استبعدتها وتم التركيز معاها جماهيريه. وسط الملعب عمرو السوليه، حمدي فتحي، امام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، احمد سيد، زيزو، ومهند لاشين. باعتماد كارلوس كروش على 4 3 3 اقدر اقول لك ان عبد الله السعيد مش هيكون ليه ادوار كتير مع كارلوس كروش، لان كارلوس كروش مش بيحب اللعيب نوعيه عبد الله السعيد اللي واجباته الدفاعيه مضروبه في الخلاط. فعبد الله السعيد لو كارلوس كروش ما زنقوش كده في حته ان انت هتعمل واجبات هجوميه بس مش هيلعبه، لان كارلوس كروش عودنا على الثلاثه في نص الملعب. اعتقد ان هو هيكمل بحمدي ومهند لاشين والنني لحين شفاء عمرو السوليه. اعتقد ان عبد الله السعيد رغم ان هو انضم بس مش هيكون ليه ادوار كبيره زي اللي كانت موجوده السنين اللي فاتت. المهاجمين عمر مرموش واحد من الناس اللي هتبدا تكون اساسيه ناحيه الشمال، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، رمضان صبحي. اعتقد ان انضمام رمضان صبحي على حساب احمد رفعت هو قمه الظلم بصراحه، يعني وجهه نظري. محمد شريف هيكون قاعد دكه لمصطفى محمد، فمفيش اي مشكله. محمد صلاح وعمر مرموش على الاطراف ومحمود حسن تريزيجيه. اعتقد ان انت كده عندك مشكله في موضوع ان انت محتاج تزود ثلاث لعيبه عشان توصل ل 28 لاعب. اتمنى ان الثلاث لعيبه اللي تزودهم دول يكون فيهم احمد رفعت، واتمنى كمان تضم محمد حمدي، واتمنى كمان تدور على فكره انك لازم تروح تجيب طرف ثاني. بس فكره احمد عبد القادر والكلام ده ما اعتقدش بصراحه. اتمنى انك تكمل بنفس القائمه اللي يبقى ابراهيم عادل. ابراهيم عادل بالنسبه لي ابراهيم عادل ومحمد حمدي واحمد رفعت دول الثلاثه بصراحه اللي اتمنى انك تضمهم زياده عشان نوصل القائمه ل 28. غير كده استبعاد مجدي قفشه ما عنديش فيه اي مشكله. صعب ان اقول لك هات احمد عبد القادر، لان احمد عبد القادر لعب ماتشين ثلاثه بس مع الاهلي، فهبقى راجل مفتري لو نسيت طارق حامد، وهبقى راجل مفتري لو ما قلتش ان طارق حامد استبعاده هيشكل لك مشاكل وازمات كبيره خصوصا لو خيشت في البطوله. الناس كلها هتقعد تقول لك طارق حامد، وده هيبقى منطقي اكتر من الكلام على قفشه، لان لو شفت طريقه منتخب مصر مش بتعتمد اساسا على فكره صناعه اللعب، فصناعه اللعب في منتخب مصر مش هتكون موجوده. فانت دلوقتي تروح تضم اثنين صناع العاب زي قفشه وعبد الله السعيد، ما تضم مكانهم لعيبه خط نص. وجهه نظري وامنياتي ان ربنا يوفق منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. وجهه نظر الصفحات والبتجات ان ربنا يكرمنا ونرجع باول تذكره، نزل انا على قفشه ونزل انا على طارق حامد، وفي الاخر ربنا يستر وما نخيش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو اعمل سبسكرايب. في الحالتين يا اسطى اشتم في الكومنتات زي ما انت عايز.